سأتناول ببساطة معجزة سورة الكوثر بأسلوب مختلف قليلا. أول شيء أيها الأحبة، هذه السورة تعتبر أقصر سورة في القرآن، يعني لو قمنا بترتيب سور القرآن التي عددها 114 سورة حسب طول كل سورة، سنجد أن سورة الكوثر هي أقصر سورة في القرآن. إذا قمنا بعد كلماتها سنجد أنها تتألف فقط من كم كلمة؟ قلنا موضوع السورة اليوم العاشر هو النحر، نحن متى ننحر؟ فصلي لربك وانحر. النحر يكون أيها الأحبة في يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة يكون النحر. أراد الله أن يجعل عدد كلمات هذه السورة المباركة 10 كلمات فقط، نفس تاريخ اليوم يوم النحر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، 10 كلمات فقط. هذه السورة فيها ميزات كثيرة جدا، دققوا معي أيها الأحبة. السورة هنا تنتهي بحرف الراء، الآيات الثلاثة التي تتألف منها سورة الكوثر جميعها تنتهي أو تختتم بحرف الراء. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، راء. إن شانئك هو الأبتر، راء. لو نظرنا نظرة عامة للقرآن الكريم نجد أن 114 سورة كل سورة تختم بحرف معين، يعني مثلا سورة الفاتحة آخر كلمة فيها ولا الضالين، ختمت بحرف النون. سورة البقرة آخر آية فيها فانصرنا على القوم الكافرين، ختمت بحرف النون. سورة العنكبوت آخر آية فيها وإن الله لمع المحسنين، ختمت بحرف النون. طيب هذه السورة سورة الكوثر التي ختمت بحرف الراء، إن شانئك هو الأبتر، ما هو ترتيبها؟ دقق معي أخي الحبيب، ما هو ترتيب هذه السورة بين السور التي ختمت بحرف الراء؟ ستجد أن ترتيبها 10. انظر معي أخي الحبيب، هذه السورة ليست هي وحيدة بل مرتبطة بنسق قرآني معين، أن الله عز وجل جعل هذه السورة بذاتها تتألف من 10 كلمات، ولكنه وضعها أيضا في القرآن ترتيبها رقم 10 بين السور التي تنتهي بالراء، أخذت الترتيب رقم 10. سبحان الله، يعني لو نظرت نظرة شاملة لسور القرآن نجد أن هناك 10 سور ختمت بالراء آخرها سورة الكوثر، يعني رقمها 10. قبل الآية المهمة، هذه السورة نصف كلماتها لم تتكرر أبدا إلا في هذه السورة. قلنا سورة الكوثر تتألف من كم؟ من 10 كلمات. نصف هذه الكلمات يعني 5 كلمات لم تذكر في أي سورة أخرى، أخرها الله وضعها في هذه السورة، لم يضعها في أي سورة أخرى. كلمة أعطيناك ذكرت مرة واحدة في القرآن في سورة الكوثر، وكلمة الكوثر ذكرت مرة واحدة فقط في سورة الكوثر على مستوى القرآن. كلمة انحر لم تذكر إلا في هذا الموضع، فصلي لربك وانحر، فقط ذكرت في سورة الكوثر. شانئك لم تذكر إلا في هذا المقام في هذه السورة، وكلمة الأبتر لم تذكر في القرآن كله إلا في هذه السورة. سبحان الله، 50% من كلمات هذه السورة هي كلمات جديدة خاصة بها لم تذكر في أي سورة أخرى. انظر معي التركيب البلاغي المعجز، يعني القضية ليست قضية أرقام أخي الحبيب، هناك بلاغة في هذه السورة وهناك تركيب معين وكلمات خاصة بها. كلمة الكوثر فقط مرة واحدة ذكرت، كلمة انحر مرة واحدة في القرآن، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، بينما نحن البشر لو كان القرآن من تأليف محمد يمكن أن يذكر النحر في أي موضع آخر، ما هي المشكلة يعني، يمكن أن يذكر أعطيناك في أي مجال آخر في أي سورة أخرى. الأبتر يمكن أن يذكرها 7 مرات مثلا، ولكن اختص الله هذه السورة، نصف كلماتها هي خاصة بهذه السورة. سبحان الله، هي كلمات فريدة. طيب الشيء الآخر أخي الحبيب، الآية المهمة هنا الآية في الوسط التي ذكر فيها النحر، فصلي
لربك وانحر. هذه الآية بالذات التي ذكر فيها النحر، كم حرفا من حروف اللغة العربية 28 استخدم الله لبناء هذه الآية؟ أظنك تعرف الجواب. ما هو أفضل رقم يمكن أن يستخدم لبناء آية ذكر فيها النحر والنحر يكون في اليوم العاشر؟ هو الرقم 10. بالفعل فصل لربك وانحر تتألف من 10 أحرف هجائية ما عدا المكرر، يعني فصلي لربك وإن نون الحاء انحر مكررة ذكرناها، فصلي لربك مذكورة، إذن 10 أحرف. ركب الله الآية التي تتحدث عن النحر، يوم النحر الذي هو ترتيبه العاشر من ذي الحجة، استخدم 10 أحرف من اللغة العربية. وسبحان الله هنا أنا لمحت يعني تاريخ النحر في هذه الآية. كيف؟ انظر أخي الحبيب، النحر متى يكون؟ في اليوم العاشر من ذي الحجة. ذي الحجة رقمه كم بين الأشهر الهجرية؟ رقمه 12، صح؟ هو آخر شهر من السنة الهجرية. إذن نحن نقوم بالنحر بتاريخ 10-12 أي اليوم العاشر الشهر 12. هذه الآية تتألف من 10 أحرف هجائية، ولكن لو عددنا الحروف مع المكرر، حرف الراء تكرر كما رأينا، سنجد كم حرف، عد معي مع المكرر سنعد. فصلي لي ربك وإن حر 12 حرف. يعني الحروف مع المكرر 12، وهو تاريخ وهو رقم الشهر الذي يتم فيه النحر، الشهر 12 شهر ذي الحجة. وعدد الحروف الهجائية ما عدا المكرر التي تركبت منها الآية هو 10 أحرف بتاريخ اليوم العاشر الذي هو يوم النحر. لاحظت هذه البنية الرائعة جدا والواضحة طبعا. فهنا أخي الحبيب، يعني أنا حتى من الأشياء التي يعني لاحظتها أو لاحظها أحد الأحبة، يعني أننا لو قمنا بعد النقط، مع العلم أن النقط تنقيط وضع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن القرآن منقطا، بل أضيف بعد عشرات السنين من وفاة النبي، أضيفت هذه النقط لأن الأعاجم دخلوا، ولتسهيل قراءة القرآن على الناس تم تحديد، يعني مثلا حرف النون الباء والتاء نفس لا يوجد نقط لا فوق ولا تحت، فلذلك تم وضع النقط. ولكن لما تم تنقيط القرآن تم بإذن من الله، الذي يؤكد لنا ذلك أن عدد النقط جاء متوافقا مع ومعانيه. جمال الإعجاز أخي الحبيب، حتى كلمة انحر التي هي موضوع السورة، والنحر يكون في اليوم العاشر، جعل الله سبحانه يعني شاء الله عز وجل بقدرته أن تكون النقطة فوق انحر رقمها 10. إنا أعطي نقطتين تحت الياء، أعطي ناك نون هنا، الكوثر ثاء فيها 3 نقط، فصلي الفاء عليها نقطة، لربك الباء هنا عليها نقطة من تحت، وانحر 10. إذن كلمة انحر فوقها نقطة ترتيبها 10. سبحان الله، يعني شيء يعني يحير العقل بالفعل. هناك شيء أيضا نسيت أن أضيفه، شيء لطيف الحقيقة، ذكره أحد الأحبة أيضا، أن هذه السورة ختمت بحرف الراء، الآيات 3 ختمت بالراء. لدينا نحن ترتيب هجائي للحروف، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء، رقمه كم؟ أيضا 10. سبحان الله، يعني حتى حرف الراء انتقاه الله بعناية بين حروف اللغة ليختم به هذه السورة، رقمه ترتيبه 10 بين الحروف الهجائية طبعا. وترتيب الحروف الهجائية هو ليس ترتيب يعني نبوي أو إلهي، ولكن شاء الله أن يكون بهذا الشكل سبحانه وتعالى، لنرى جمال القرآن العظيم. يعني جمال القرآن لا يقتصر فقط على البلاغة والبيان والمعاني العظيمة التي يحملها هذا الكتاب العظيم، بل هناك أيضا أعداد الحروف وأعداد الكلمات وترتيب الحروف والكلمات كلها سبحان الله
يعني تأتي بشكل وكأنها لوحة هندسية تبين لنا أن يعني منزل هذا القرآن عز وجل حكيم عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم ما ينزل كما قال سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ونحن نشهد أن هذا القرآن هو كلام الله الحق سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.